سمعتم سابقا عن وفاة أشخاص من الجفاف والعطش، لكن أن يموت شخص بسبب شربه الكثير من الماء فقد تجدون الأمر غريبا. صحيفة إنديبندنت البريطانية قالت إن امرأة أمريكية توفيت بعدما شربت ما يقرب من لترين من الماء في غضون 20 دقيقة فقط. أشلي سامرز صاحبة 35 عاماً أفرطت بشرب المياه عندما كانت في رحلة مع عائلتها على متن قارب. فبحسب الصحيفة شعرت أشلي بالدوار والصداع وأعراض الجفاف، ولم يكن هنالك قدر من الماء يمكن أن يروي ظمأها، فشربت ما يعادل 4 زجاجات سعة 500 مللتر خلال وقت ضيق. الصحيفة قالت إن أشلي عندما عادت إلى المنزل انهارت بعد أن عانت من تورم حاد في الدماغ ودخلت في غيبوبة لم تستفق منها. وعندما نقلت إلى المستشفى شخص الأطباء حالتها على أنها وفاة نتيجة تسمم مائي، ويسمى أيضا نقص صوديوم الدم، ويحدث نتيجة وجود الكثير من الماء في الجسم وعدم قدرته على تنظيم توازن السوائل عندما يشرب شخص ما كمية زائدة من الماء في فترة زمنية ضيقة.